عليكم للجميع. ولو سمحت سيد حسن نصر الله، أنا بعتذر منكم جميعا إني مغير الصوت وعامل هيك عشان صراحة ما بديش حدا يعرفني. أول شغلة أنا مضطر إنه أعمل هيك صراحة لحافظ على، يعني كيف بدي أقول لك، عقوت عيالي، لقمة ولادي. أنا شاب مجاهد بحزب الله وبفتخر وبشوف حالي مثل ما اني بفتخر اني شاركت بالقتال ضد الاسرائيلي بال2006 وضد داعش وغير داعش بسوريا والسلسلة الشرقية و و و و أنا الصراحة أول مرة بكون هيك موقف، ويعني صراع داخلي بيني وبين نفسي. كلامي اليوم بدي وجهه لسماحة السيد قائدنا وقائد المقاومة، ولنا الشرف إنه نمشي تحت رايته. بس هالمرة غير، لأنه الأمور رايحة لمكان لا تحمد عقباه. يعني صراحة يا سيدنا يا حبيبنا يا روحي يا عيني، أنا بنجدك كابن حزب الله اليوم إنه تسمعنا. أنا شاركت بحرب 7 أيار وكنت مبسوط كتير إنه قتلنا ومدري شو عملنا واحتلينا المنطقة الفلانية، بس من يومين شفت منظر والله العظيم خلاني أبكي، خلاني أبكي بكل معنى الكلمة. يعني أنا بتأسف إني أشوف مسيرات عنا بالضاحية داعمة لسعد الحريري وعم تهتف الله حريري وضاحية كله ومدري شو هالهتفات. سيد، مش هذا اللي قتلناه بحرب 7 أيار وكان عميل أمريكاني وعميل إسرائيلي؟ سيد كيف بدك تتطلع اليوم بوجه أهل أي شهيد سقط يومها بمعارك 7 أيار؟ يعني هلا بس فاق الشعب وطلب لقمة عيشه، صرتوا حلفاء مع بعضكم ضد الشعب، كيف هالحكي؟ كيف يعني كيف تقبل على نفسك؟ كيف تقبل علينا؟ يا سمحت السيد، إذا نحن رايحين على حرب أو فتنة بالبلد، يعني لك ضد مين؟ مع مين؟ كرمال مين؟ كرمال نبيه بري يلي سرقنا وحرق سلافنا، أو العهد مثل ما تفضلت وسميته ميشيل عون؟ أنا من جهتي يسقط أكبر عهد لا مأسوف عليه قدام نقطة دم وحدة لمظلوم، إن كان شيعي ولا سني ولا مسيحي ولا شو من كانت طائفته ولا درزي. كرمال، يعني عذرا بس إنه كرمال حضرتك ما تكسر كلمتك. سيد، أنت بتعرف إنه بتعرف وبتعرف منيح، وأنا متأكد إنك بتعرف إنه ما حدا سبك بالشوارع، وهودي نحنا زرعناهن، نحنا اللي بعتناهن، ونحنا طلعنا الشباب بالفانات من أحد المجمعات بالضاحي، وأنت بتعرف هالحكي ونحنا بنعرف وأنا بعرف. ماش رح أقول اسم المجمع، ما في داعي. بدي أقول لك شغلة، يعني هاي المظاهرات إذا حدا بده إياها فهو نحن شباب الحزب، ما حدا أدنى بحاجة هاي المظاهرات، لأنه نحن الفقراء، نحن الجوعانين، نحن يلي الشاب من عنا بيروح على خدمته بيشوف الموت 100 مرة، وبس يرجع من الخدمة يعني بيشوف الموت البطيء، بيشوف الموت البطيء. هيدا بيته بالأجار، وهيدا عم ينزل قدام السوبر ماركت ولا قدام الدكنجي ولا قدام الصيدلي عشان يشتري حليب ولاده ولا 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 يعني إلى آخره. نحن يعني جبنا كرامة من ميلة وعم نصرفها من ميلة تاني. سيد، أنت عم تشوفنا كيف عايشين نحن كل يوم، وحقوقنا أو رواتبنا قدي عم تقعد معنا وقدي عم تكفينا؟ والله العظيم بكفي يا سيد، بكفي. ما بعرف شو بدي أقول، بس أقسم بالله العلي العظيم، أنا يعني إذا بشوف نقطة دم لحدا سقطت بموقع ظلم، أول من سيترك هيدا السلاح وأقعد ببيتي أشرف لي، لأنه في آخرة وفي جورة بدنا ننام فيها كلنا، ويوم رح نوقف فيه قدام الله. إذا أنت مش خايف من الله أو العظمة وصلتنا لهون إنه ما عاش خلص نتطلع وندعس على العالم كله سوا، أنا بعتذر منك، أنا مش رح كون واحد منهم. إذا أنت خايف، مش خايف من الله أو نسيان هالجورة،
انا زلمي خايف على اخرتي وعيوم ما راح تنفعني فيه، لا انت ولا المقاومة ولا غيره. راح اقول هالكلام وبرجع بقدم اعتذاري منك ومن جميع اللي عم يسمعوني ومن جميع الشباب، يعني ما بعرف شو بدي اقول، لانه يعني بس سمعنا اخر خطاب انت شوف التململ اللي كلنا كنا فيه يا سيد. صارت في عالم بقلب الحزب عم تحكي عليك، وعذر على هالكلمة، بقلب الحزب في ناس عم تسبك لانه ما عادش طلعتوا بحدا، تركتوا العالم كبيتوها رميتوها، بس بدنا اياكم تعاوا، بس بدنا اياكم روحوا فلوا. يعني طب لوين لوين؟ قل لي يا خي انت لوين؟ كرمال مين يعني؟ شو بدنا نحرق البلد؟ ما في غيرك بيقدر يضبها، ما في غيرك بيقدر يهدي الأحوال، وما في غيرك بيقدر يهدي البلد. أنت ضمنتنا، الله يهدي البال ويهدينا جميعا ويهدي الأحوال. بس حبيت أوصل هالرسالة، اللهم اشهد إني بلغت وبرا قدمتي قدام الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.